قال هاني زاد عضو مجلس إدارة الزمالك إن المبالغ المستحقة لدى جونيور أجوجو مهاجم الفريق السابق قد سقطت بعد وفاته اليوم. وأضاف زاد في تصريحات خاصة اليوم السابع باعتباره المكلف بالقضية إن المحكمة الرياضية الدولية لا يوجد بها قوانين لتوريث المستحقات، موضحا أن المستحقات المالية للاعب كرة القدم تكون تعويضا لشخص عن فترة لعب فيها ولم يحصل على مستحقاته، ولو توفي اللاعب فإن القضية تكون انتهت بشكل رسمي، مشددا في الوقت نفسه على أن ورثة أجوجو ليس لهم الحق في المطالبة بمستحقات اللاعب المتأخرة إن وجدت. وكان أجوجو قد توفي صباح اليوم في لندن بعد إصابته بجلطة دماغية في 2015 أدت إلى سوء حالته الصحية.